مرحبا أطفالي الصغار، مرحبا أيتها الفراشات وأيها الأبطال. درسنا اليوم حول رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، لقد درسنا رقم واحد واثنان، اليوم سندرس رقم ثلاثة. أحسنتم. لنبدأ في بادئ الأمر كما تعودنا بالكتابة. هذا رقم ثلاثة وهذا ثلاثة بالحروف. ثلاثة بالرقم، ثلاثة بالحروف. لنكتب رقم ثلاثة. ثلاثة هي نصف دائرة نصف دائرة، إذن سنكتب نصف دائرة نصف دائرة. لنعيد بهذه النقطة، نصف دائرة نصف دائرة، وهما خطين منحنيان. لنكتب كلمة ثلاثة، ثلاثة، هذه ثلاثة بالحروف. ورقم ثلاثة أكتبه نصف دائرة نصف دائرة، ثلاثة. أحسنتم. لنرى كيف أكتب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة لدي نصف دائرة ونصف دائرة، والسهم هكذا والسهم الثاني هكذا. أحسنتم. لنعيد، نصف دائرة ونصف دائرة، نصف دائرة ونصف دائرة. لقد درسنا فيما سبق رقم واحد، وقد درسنا رقم اثنان، واليوم لدينا رقم ثلاثة. أحسنتم صغاري، لقد تعلمتم بسرعة كبيرة. لنكمل الآن بقية درسنا. وماذا يقول السؤال الثاني؟ أكملوا بكتابة الرقم المطابق للرسم في اللافتة. أعيد، أكملوا بكتابة الرقم المطابق للرسم في اللافتة. شنو معناتها؟ معنى أني أنا كما تعرضنا له التمرين هذا يقبل، باش أقوم بالعد المجموعات ثلاث، أنا باش نقوم نعد اللي موجود في وسط المجموعات الثلاثة، وبعد نكتب الرقم في هاته الخانة أو في هاته اللافتة الصغيرة. باش نبدأ نعد المجموعة الأولى، واحد اثنان ثلاثة، إذن سأكتب ثلاثة، نصف دائرة ونصف دائرة. سأمر إلى المجموعة الثانية، واحد اثنان ثلاثة، أعيد كتابة رقم ثلاثة، نصف دائرة ونصف دائرة. إذن واحد اثنان ثلاثة. في المجموعة الثالثة أيضا توجد ثلاثة عناصر، سأكتب رقم ثلاثة. أحسنتم صغاري، إذن لقد تبقى لدينا تمرين واحد علينا إنجازه. وما يقول هذا التمرين؟ يقول أربطوا بسهم بين الرقم والرسم المناسب. ولقد تعرضنا لهذا التمرين فيما سبق. إذن سأقوم بعد المجموعات، ثم أحسنتم، ثم أربطها بهذان الرقمان وهما ثلاثة اثنان، ثلاثة اثنان.
سأبدأ بعد المجموعة الأولى. واحد، اثنان، ثلاثة. لدي ثلاثة عناصر، سأقوم بربطها برقم ثلاثة. أحسنتم، سأربطها برقم ثلاثة. أنتقل إلى المجموعة الثانية وأعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لدي أربعة عناصر بهذه المجموعة، هل أربطها برقم ثلاثة أم برقم اثنان؟ نعم، لا أستطيع ربطها. لماذا يا صغار؟ لأن هذه المجموعة بها أربعة عناصر، وأنا لدي ثلاثة واثنان فقط. لنمر إلى المجموعة الموالية. سأبدأ بالعد. واحد فقط، لا يوجد لدي رقم واحد، إذن لا يمكنني ربط هذه الصورة بأي رقم من هذين. المجموعة الموالية: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذه المجموعة بها خمسة عناصر، هل يمكنني ربطها برقم ثلاثة أو اثنان؟ هل يمكنني يا أطفال؟ لا يمكنني ذلك، لأن هذه المجموعة بها خمسة عناصر، وأنا لا يوجد لدي سوى ثلاثة واثنان. لننتقل إلى المجموعة الموالية، وبها واحد، اثنان، واحد، اثنان. هل يوجد رقم اثنان يا صغار؟ نعم، ها هو رقم اثنان. إذن سأقوم بربط هذه الصورة برقم اثنان. أحسنتم أطفالي، أنتم من أنجب التلاميذ، وقد أنجزتم معي هذا الدرس بنجاح، وهو رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. إلى اللقاء أطفالي.